حضرتنا الأولى في درس كمبيوتر ايديد نافيجيشن عن نظام الترقيم. من خلال هذا المحاضرة نريد نفتهم أو نتعرف على نظام ترقيم الباينري، نظام ترقيم الأوكتال، نظام ترقيم العشري، ونظام ترقيم الهكساديسمال. كيف نحول من واحد إلى ثاني؟ الباينري يتكون من رمزين صفر والواحد، ولأنه هنا رمزين فقط فالعدد الاثنين دائما نرمز إليه بالبيز اللي هو عدد الرموز اللي يمكن كتابتها في ديجيت واحد. في بعض المصادر تسمى رادكس، فإذا الرادكس نظام الترقيم الباينري هو 2. نظام الترقيم الأوكتال هو يرمز إليه بالأو سي تي، ويستخدم في كل ديجيت 8 رموز اللي هي 0 و1 و2 إلى رقم 7، فمجموعها الكلي 8. فالبيز لنظام الترقيم الأوكتال هو 8. نظام الترقيم العشري اللي هو دائما نستعمله بحياتنا العادية يتكون من 10 رموز نقدر نكتبهن بالديجيت الواحد، 0 زائد 9 أرقام، المجموع 10 رموز الكل عدد الكلي، فلذلك البيز إله قيمتها 10. نظام الترقيم الجديد اللي حنتعامل وياه بالفصل الأول بشكل كبير هو الهكساديسيمال، اللي هو كل ديجيت بي متكون من 16 رمز، الأرقام من 0 إلى 9 زادا الحروف اي بي سي دي إلى حد اف. الاي يعني قيمته 10، مكان ما نكتب رقمين في ديجيت واحد ويسوي لنا مشكلة فاستعاضوا عنها بالحرف اي، معناته دخل عندنا رمز جديد هو حرف الاي اللي يعني الرقم اللي بعد 9 اللي هو 10. البي يعني 11، السي يعني 12، الدي يعني 13، الاي يعني 14، الاف يعني 15. كمبيوتر بحالتين للاشارات اللي موجوده بداخله، اما اون اما اوف. هاي الاشارتين خلينا نستخدم نظام ترقيم الباينري بحيث ان نوظف اشارة الاون الواحد واشارة الاوف قيمة 0. قيمة الرقم النهائية تعتمد على مجموع محتويات كل ديجيت مضروبة بالبيز نظام الترقيم ذاك الرقم، مرفوعة بالاس اللي يمثل الرانك للديجيت. معناته لما احنا عندنا مثال بالباينري الحالي عندنا رقم 11001، لما نريد نحوله معناته هو مجموع القيم اللي موجودة لكل ديجيت مضروبة بالبيز اللي هو 2 مرفوع للأس اللي يمثل الرانك. فهنا عندنا 1 في 2 أس 1، ليش؟ لأن هنا عندنا الرانك قيمته 1، زائدا 0 في 2 أس 2، لأن هنا عندنا الرانك 2 وعندنا البيز 2، زائدا 0 مضروب في 2 أس 3، لأن هنا عندنا الرانك 3، زائدا 1 في 2 أس 4، لأن الرانك هنا عندنا 4. فهنا دائما عندنا النظام على اليمين هي المرتبة الأقل أهمية أو اللي الرانك إلها 0، يلي على اليسار الرانك يرتفع 1 2 3 4 هكذا. قيمة الرقم النهائية هي مجموع محتويات كل ديجيت مضروبة بالبيز مرفوعة للأوس اللي يمثل الرانك. فهنا عندنا هذا الرقم اللي بالباينري 1 1 0 0 1، تطلع قيمته 19 إذا أردنا نحوله للنظام العشر. الفارزة في كل أنظمة الترقيم ممكن تكون موجودة. إذا كانت موجودة في أي نظام ترقيم فالقيم اللي موجودة على يسار الفارزة يكون لها الرانك يبدي من 0 ثم يزايد 0 1 2 3 4 وهكذا حسب المراتب اللي موجودة بنظام الترقيم. الديجيتس اللي موجودة على يمين الفارزة في كل منظومات ترقيم الرانك إلها -1 يبدي، ثم -2، ثم -3. بالتالي إذا رجعنا على تقييمنا لقيمة الرقم معناته هو الرقم النهائي مجموع
محتويات كل ديجيت مضروبة بالبيز مرفوع للرانك، وهكذا نحصل على قيمة الرقم بوجود الفارز. مثال على وجود الفارزة، راح ناخذ رقم عشري بسيط، نشوف شلون نطبق القاعدة، راح نحصل القيمة اللي احنا هنا نقدر تمرة متعود يفهمها، بس احنا راح نطبق القانون اللي ذكرناه بالبداية. هنا عندنا فارزة على يمينها 3 مراتب، على يسارها 3 مراتب. حتى نجي نطلع القيمة مال هذا الرقم لازم نعرف البيز مال نظام الترقيم، فاحنا نتعامل هذا الرقم 20، معناته البيز مال عندنا 10. الرانك مال هذا الديجيت الأول 0، الديجيت الثاني الرانك ماله 1، الديجيت الثالث الرانك ماله 2، وهكذا. هنا أنا من بعد الفارزة الرانك للرقم هذا الديجيت هو -1، الرانك للتسعة أو للديجيت الثاني بعد الفارزة هو -2، الرانك هنا أنا -3. لو نجي نشوف الحساب مالتنا راح يصير 7 × 10 أس للرانك اللي هو 2، معناته 700 + 2 اللي هي قيمة الديجيت الثاني مضروبة في 10 اللي هو البيز مرفوعة للأس اللي هو يمثل الرانك، وهكذا إلى أن نجي إلى البوينت إلى الفارزة. من بعد الفارزة راح يكون عندنا 1، هذا 1 هو ذاته مرفوع للأس -1، العشرة اللي هي البيز اللي مالتنا الأس السابق زائدًا هي ثانية قيمة موجودة بالديجيت اللي على يمين الفارزة مضروبة في البيز لنظام الترقيم مرفوع للأس -2. ليش؟ هنا قلنا عندي -1 هنا -2 هنا يصير الرانك -1، إذا 4 اللي هو البيز مرفوع على -3 اللي هو المرتبة، هي راح يطلع نفس الشيء. طبقنا القانون اللي قلنا هذا يوصف كل. مثال آخر، حول الباينري نمبرز بوجود البوينت، شلون راح نحولها إلى ما يكافئها من ديسمال فاليو. مثال هنا عندنا الباينري نمبر 11001 بوينت، بعد يمين الفارزة عندنا 101. هنا بهاي الحالة نجي على جدول نرتبهم، عندنا هنا البيز اللي هو لأن الباينري البيز دائما هنا 2 مرفوع للأس قيمة الرانك الديجيت الأول على يسار الفارزة رانك إلى 0 ثم 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4، على يمين الفارزة الرانك يكون -1 -2 -3، وهكذا جد ما نبتعد عن البوينت. نتيجة لهذا الرانك وللبيز هيكون عندنا هنا الديجيت الأول قيمته 1 مضروبة في 2 أس 0 اللي هو أيضا يكون 1، فالناتج النهائي 1. تأثير الواحد اللي موجود هنا راح يكون الناتج النهائي راح يضيف لنا 1. الديجيت الثاني 2 أس 1 معناته 2 مضروبة في 1، معناته راح يضيف لنا إلى المحصلة النهائية رقم 2. هنا عندنا 0 مضروب في 2 أس 2 هي 2 أس 2 4 مضروبة 0، إذا 4 هنا ما راح تدخل بالحساب. عندنا هنا الديجيت الآخر 0 مضروب في 2 أس 3 2 أس 3 8 مضروبة في 0، فهنا عندنا 8 ما راح تدخل في المجموع النهائي. آخر واحد 2 أس 4 16 في 1، فهذا 16 حيدخل قيمة نهائية. مجموع الواحد والاثنين والستاش حيعطينا العدد الصحيح اللي هو 19. الكسر ما بعد الكسر عندنا الرانك -1، 2 أس -1 هو نصف، هنا عندنا 0 مضروب في 2 أس -2 اللي هو ربع، فما ينحسب لوجود ان هنا 0 مضروب في هذه القيمة، فاذا هنا الرقم اللي حينتج من هذا الديجيت ما راح يدخل بالمجموع او القيمة النهائية. عندنا الديجيت الاخر على اليمين 2 أس -3 اللي هو الرانك الى -3، ف 2 أس -3 هي 1 على 8 مطول عندنا 1، فاذا هاي 1 على 8 حتنجمع ويا القيمة الكسور الاخرى، فيكون عندنا الناتج 19.625 ما يكافئ الديسمال للقيمة اللي مكتوبة هنا بالباينري. مثال آخر عن تحويل من باينري
إلى تسمان عندنا رقم بدون بوينت لكن مراتب أكثر من مراتب. دائما في أي نظام ترقيم عندنا على اليمين هي least significant digits يعني digits اللي أقل أهمية بالنسبة للرقم، على اليسار كل ما نبتعد على اليسار في أهمية الديجيت تزداد. في كل منظومات ترقيم هذا النمط تشتغل الباينري هكسال ديسمال الديسمال الأوكتال كليتها على هالمنظومة تشتغل. فنجي القانون مالتنا اللي شفناه في السلايد السابق توتال فاليو القيمة النهائية هي مجموع القيم في كل ديجيت مضروبة في البيز مرفوع للأس للرانك في الديجيت اللي موجودة بيه قيمة. هذا إذا نجي ننفذه حسب الديجيت ان الرانك 0 1 2 3 4 5 6 7 راح يكون عندنا اللي على اليسار 2 و7 الرانك مات هذا 7 مضروب بالقيمة 1 وهكذا نكرر هاي عملية جمع بالنسبة لكل ديجيت طلعنا الناتج 202 هي ما يكافئ هذا الرقم الباينري بالديسم. انا اريد نبدي شلون نحول من ديسيمال الى العملية بالعكس من رقم عشري الى رقم باينري. العملية تتركز على اعادة عملية القسمة على 2 ويكون عملية قسمة اذا كان باقي القسمة 0 فننزله كما هو، اذا باقي القسمة 1 حينزل 1. نبدي الناتج اول عملية قسمة الناتج مالتها هو حيكون عبارة عن الـ least significant digit معناته هو القيمة اللي تكون على اليمين. اوكي بعدين تبدي القيمة كل ناتج نخليه الى اليسار، كل ناتج يتولد راح نضيفه الى اليسار الى ان يشكل عندنا الرقم النهائي. انا عندنا مثال convert the decimal number 333 to binary. فاول عملية قسمة حتولد لنا least significant digit 333 × 266 باقي باليد 1 حينزل هذا هو least significant digit. 166 قسمها مرة ثانية على 2 حيطلع 83 باقي عندنا 0 حينزل الى يسار النتيجة او الباقي من العملية السابقة. نكرر هاي العملية حيتشكل عندنا الناتج النهائي لكل عملية قسمة. هنا عندنا 5 × 2 = 2 يبقى 1 حينزل 1 هنا الباقي. النتيجة هاي 2 قسمها مرة ثانية على 2 حيكون ناتج 1 الباقي 0 ينزل 0 هنا. الواحد يتقسم على 2 ما يكفي فيكون الناتج 0 والواحد اللي دخلناه في عملية القسمة هو راح يكون عبارة عن باقي وينزل هنا حيكون هو الموست سيغنيفيكانت ديجيت يعني هو أكبر أو أعلى مرتبة بالناتج اللي بالشكل الباينري. عندنا مثال آخر لتحويل رقم من هكساديسيمال من صيغة الهكساديسيمال إلى الباينري. هنا العمل يكون أبسط ما عندنا عملية قسمة لكن العمل يتم بتجزئة الرقم الهكساديسيمال إلى كل ديجيت على حدة. هنا عندنا الـ A نحوله على حدة، الـ B نحوله على حدة، الـ C نحوله على حدة. أوكي بالتالي بعدين ورا ما يتحول كل واحد منهم نرجع نجمعهن يتكون عندنا الباينري النهائي، لكن بشرط ان كل ديجيت من الهكساديسيمال راح يحجز 4 مكانات بالباينري نمبر. هنا عندنا مثال اخر عن حول دونك نمبر 213 اللي هو بنظام الاوكتال الى باينري. العملية تشبه الهكساديسيمال ان نوزع كل ديجيت على حدة لكن كل ديجيت من هذني نحوله الى القيمة المكافئة الى بال لكن بحيث تأخذ 3 digits. هنا نعمل 0 1 3 0 1 1 2 بالباينري هو 0 1 1. هاي هي نجمع حقا واحد بجانب الآخر هي بالباينري. مثال آخر عن أنظمة الترقيم لكن الغير اعتيادية. هنا عندنا مثال How many cars can be defined
defined using a nameplate contains only 7 digits. Each digit may contain a number or an English capital letter. نحن شنو عندنا؟ لوحة للسيارات متكونة من 7 مراتب، لكن مكان ما نستخدم فقط أرقام راح نستخدم نظام ترقيم بحيث الديجيت اللي باللوحة أي ديجيت ممكن أحط بيه حروف أو ممكن أخلي بيه أرقام. فهنا راح يصير عندنا كم سيارة أقدر أرقم باستخدام هذا النظام الخاص من الأرقام. هنا أول حتى نحل، أول شيء نحتاج نحسب البيز لنظام الترقيم هذا. البيز هنا حسب المنطق السؤال يقول عندي الحروف وعندي الأرقام، فالأرقام 10 أرقام بضمنها الصفر، والحروف 26 حرف الإنجليزي يطلع 36، هو البيز لنظام الترقيم اللي راح يتم استعماله هنا للسيارة. ليش 36؟ لأنه يعني إحنا عندنا الحروف كلها استعملناها الإنجليزية والأرقام كلها استعملناها. زين، أكبر رقم أقدر أكتبه لما عندي 7 ديجيتس هو أقدر أحسبه شلون؟ البيز مرفوع لأس بمقدار الديجيتس ناقصا 1. 36 هو البيز مرفوع للأس 7 اللي هو عدد الديجيتس اللي أقدر أستخدمها في لوحة ترقيم واحدة ناقص 1. الناتج حيطلع 78 مليار. معناته أنا ببساطة باستخدام لوحة بسيطة لكن باستخدام نظام ترقيم مختلف ومتميز أقدر على أرقم كل السيارات بالكرة الأرضية وبدون أي مشاكل. فهذا واحد من حلول للمشاكل اللي تتعلق بالسيارات اللي ممكن تواجهها في حياتك المستقبلية. مثال آخر: How many address lines are required to access all the elements in a 3 kilobyte memory؟ هنا سؤال يسأل كم خط address line اقدر استخدمهن حتى اقدر اقرأ المعلومات من ميموري حجمها 3 كيلوبايت بشكل كامل ما افقد اي بايت من المعلومات. هنا نظام الترقيم مذكور، لكن لما يقول عندي address line معناته عندي منظومة ديجيتال، ومعناته عندي نظام الترقيم باينري، معناته انا هنا عندي نظام ثنائي. فما هو عدد الديجيتس او عدد الخطوط الادرس لاينز اللي تكفي حتى اوصف رقم اكبر قيمة به هي 3 كيلو بايت؟ حتى حل هذا السؤال عندي القانون التالي اللي هو عدد الديجيتس يساوي لوغاريتم الداتا سايز مقسوم على لوغاريتم البيز اوف ذا نمبرينج سيستم. لوغاريتم الداتا سايز هو عبارة عن 3 كيلو بايت مضروب في 1024 لأن كيلو بايت الواحد 1024 بايت، مقسوم على لوغاريتم 2 لأن عندي نظام ترقيم باينري والبيز ماله 2. الناتج ماكو هيج عندي، لازم أقربها إلى أكبر رقم صحيح، فالدعش حصير 12، فمعناته عندي 12 ديجيت أو 12 أدرس لاين كافية حتى أقدر أوصف ميموري أو أقرأ كل معلومات من ميموري حجمها 3 كيلو بايت.